ومشاهدينا مرحب فيكم مرة ثانية. وصلنا لفقرة المطبخ، وأكيد فقرة المطبخ اليوم استثناء رح نعمل حلويات، ما حنعمل طبيخ صح؟ لا اليوم عندنا حلويات. معنا الشيف فراس أبو سعود من فندق ريجنسي، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. أهلا. شو الحلويات اللي حنعملها؟ اليوم رح نعمل تشيز كيك اللي هو البارد، كولد تشيز كيك، ورح نعمل غريب إن شاء الله. رح نبدأ بالتشيز كيك بالأول؟ رح نبلش بالتشيز كيك أول إشي. تفضل. نحكي عن المقادير اللي بنحتاجها للتشيز كيك، أكيد رح تطلع هلا على الهواء. أول شيء بسكوت، وواحد باكيت بسكوت سادة، 3 ملاعق كبيرة زبدة دايبة، 2 ملعقة كبيرة سكر ناعم، 8 صفار بيض، 1 كوب سكر ناعم، 2 جبنة، 250 جرام لبنة، و2 كوب كريمة مخفوقة، ونص حبة برش ليمون، ونص حبة برش برتقال، وملعقة فانيلا، و3 ملاعق جيلاتين، ومع 1 كوب بلوبري. طيب خلينا هلا فراس نبلش بالوصفة. تفضل. اول شيء راح نبلش فيه راح نعمل بسكوت، اللي هو القاعدة تبع التشيز كيك، ان طبعا البسكوت مطحون، ومهم انه يكون سادة البسكوت ما يكون محشي. ايوه. نخلط مع السكر. وما فيه اي نكهة. ما في اي نكهة، سادة. اوكي. نخلط السكر الناعم. طب ليش تخلطه بالسكر الناعم؟ عشان يتماسك. لان احنا بهمنا يتماسك معنا. طيب. بعدين الزبدة. لا نعجنه ما سوى كويس. يا ريت لو الشباب يظبطونا المونيتور، لان المونيتور مش شغال عندي بالاستوديو. طيب هلا تعمل هيك عشان تتماسك البسكوت ويصير سريع، بس لما بدك تحطه بالزبط على بالصينيه او باي مكان ممكن يكون متماسك. بالضبط. انا شايف هيك البسكوت كيف تماسك معنا. بدنا نحطه في الرنج اللي بدنا نشتغل فيه. نفرده طبقة خفيفة. هو بس علبة واحدة بسكوت سادة مش هيك؟ يعني حسيت هي علبة واحدة. بس احنا كفيتنا هلا علبة حسب الكمية. بس في البيت ممكن إذا بدك القالب يكون أكبر نزيد طبعا كمية البسكوت. طب كيف ممكن تعرف ست البيت انه الزبده كفايه لكميه البسكوت؟ حتى ما يصير البسكوت يتماسك معنا زي هيك ما يفرط، ما يفلت عن بعض. طيب. اعتقد هاي الاكل حتكون بالفريزر، بتحطها بعد شوي بالفريزر. هي اكل بارده. يعني البسكوت عشان يجمد اكثر بنحط بالفريزر. نحط هلا مبدئيا في الثلاجه. الثلاجه قبل ما نخلص الخلطه كلها بنحط بالفريزر. هيك البسكوت عندنا جاهز صار، انا بنحطه في الثلاجه قبل ما تكمل بقيه الخلطه. قبل ما نجهز بقيه الخلطه. بس دسم الاكل هاي شوي بشكل صح. يعني كل واحد يعمل حسابه انه ما يتقل بعديها او قبلها. هلا راح نشتغل بالتشيز كيك اللي هي الخلطه. معنا صفار البيض نحطه على، فصلت البياض عن الصفار. الصفار لحاله بس استخدمنا الصفار بس. طب شو بفرق لو استخدمنا البياض كمان؟ البياض معنا على النار هون على البخار بكبتن. بتبخرها بالضبط. هلا المهم نطبخ هنا الصفار على البخار عشان يستوي. نحط كمان الفانيلا وبرش الليمون مع برش البرتقال. برش البرتقال طبعا هاي منكهات، وكمان عشان الزفره تبعت الصفار. في طرق تانية غير هاي الطريقة شيف؟ في طرق كثيرة. يعني حلو. انت ليش اخترت طريقة التبخير أزبط يعني؟ لأنها هي أسرع إشي، أسهل إشي يعني في لست البيت.
بس كلهم في النهايه بيعطونا نفس النتيجه يعني. مره ثانيه تشرح لنا شو حطيت هون هلا؟ هون حطينا صفار البيض، صفار البيض مع السكر، السكر الناعم مع الفانيلا مع برش الليمون وبرش البرتقال. قديش تتركهم على التخفير؟ تقريبا 5 إلى 6 دقائق. اهم شيء نضل مستمرين في التحريك. ما يعني نوقف شوي صغير نرجع نحرك. طب ما بينفع نحطها بالخلاط وخلصها؟ لا ما بينفع، لازم على البخار، على البخار عشان يستوي الصفار. عشان الامراض اللي بتكون موجوده في الصفار البيض تعقم كل الاشياء المجرفين عشان يستوي موجوده. لانه بتعرف ان البيض ني هو مش صحي، غير صحي يعني. يعني هذا هو الهدف منك. ايوه انه احنا نجعله هيك صحي يعني للاكل. ايوه انه البيض الني غير صحي يعني للاكل بسبب امراض، لانه احنا متعودين دائما لما نعمل كيك نحط بهالخلاط بالبلندر. الكيك لانك انت بتحطيه بعدين بالفرن. هذا لانها هاي ما راح تنحط بالفرن، هاي بارده. احنا خاصه بالاكلات البارده الصفار او البيض موجود معنا لازم ينطبخ على ستيم. بس اذا البيض بده ينخبز بالفرن ما فيش داعي تسوى ستيم، عادي ينخرط مباشره. هيك في بعض الناس لما بيعملوا تشيز كيك بحطوها بالفرن. في تشيز كيك طريقه بتنحط بالفرن. في نوع ساخن بسموه بيك تشيز كيك، اللي هو التشيز كيك الساخن. ايوه بنخبز بالفرن خبيز. بس هاي اسهل لعملها في البيت يعني، اسهل من الساخن. بتاخذ وقت اكثر الساخن مو؟ الساخن بتاخذ وقت اكثر وبتاخذ وقت بالفرن كمان. لانها بتنخبز كمان على طريقه الستيم، يعني صينيه فيها مي بنحط القالب جواها. هيك تقريبا صار جاهز عندنا. شايفه كيف اختلف لونه؟ زي الكريمه صارت. صار زي الكريمه. اختلف لونه وصار سميك. هلا شو الخطوة الثانية؟ هلا راح نقيم عن المي، نحركه شوي صغيرة بس يبرد شوي صغيرة مو كتير. هلا راح نحط الجبنة. طبعا هاي الجبنة هي معروف عنها انها كريم تشيز. الجبنة اللي قابلة للدهن أو متوفرة بالأسواق. متوفرة بالأسواق باكيتات. راح نحط اللبنة كمان. أنا بالنسبة للبنة حطيناها ليش عشان لبنة؟ ليش اخترت لبنة؟ أنا جايك عشان هيك عارف راح تسألي فقلت أسألك. اللبنة عشان تعطي نسبة حموضة. طب اللبن ما بيعوضها؟ لا اللبن ضرخه. لازم تكون شوي جامدة زي الجبنة. بالضبط. برضه بتعطي نكهة كثير زاكية معها. يعني احنا حطينا البرش الليمون بعطي حموضة بس كمان اللبن بتضيف نكهة بزيادة. نحركها كويس. بدها عضلات. احنا في عنا الجيلاتين. اوكي هلا الجيلاتين كيف الجيلاتين تفلو مي دافية يمكن مش هيك؟ مي دافية. ممكن عادي عادي المي اللي احنا فيه ما في مشكلة. طبعا الجيلاتين عشان بس يعطي سماكة أكثر لل بالضبط يعني زي الجيلو يصير. بالضبط عشان لأنه ما فيش فيها عشان يمسكها يشدها بالثلاجة. يبرد أسرع. نذوبه شوي. مش غلط لو استعملنا مي باردة نحطه على الغاز شوي صغيرة بس بعدين نديله مباشرة. إذا حطيت علبة الجيلاتين بودرة مع مي وخلطها كويس وبعدين درت على احنا بنخلطه مع المي عشان نضمن انه كله ينخلط مع الخلطة. البودرة بتخاف انه ما ينخلطش مزبوط ما يدوب. احنا هيك بنذوبه لحاله وبعدين بنخلطه مع الخلطة. هلا اخر شيء بنحط اللي هو
كريمة المخفوقة معنا. يعني بعد التشيز كيك اكيد رح تعملنا الغريبه مش هيك؟ بالضبط. اللي بيحبوا الغريبه يستنونا، احنا ستيل موجودين يعني على الهواء هلا، بس نخلص التشيز كيك حنعمل الغريبه. طيب هلا شو عملت هلا انت؟ بس هلا ضفنا الكريمه المخفوقه. ايوه، على الخلطه كامله. نحركها كويس، ما حتكعبل مع بعضها مش هيك؟ لا لا ما رح تكعبل. حتى شكلها حلو هيك صار، شايفه؟ ولونها حلو. لا فنان ما شاء الله عنك. هذا من ذوقك بس. طيب اكيد هلا عم نحطها هاي على البسكوت. هلا بنجيب البسكوت ونحطها على البسكوت. اوكي. والله طريقتها سهلة، يعني الواحد كان متخيلها أصعب من هيك. سهلة وسريعة وطيبة بنفس الوقت. في ناس بيعملوها ما تكون ثيك كتير الكريمة نفسها، هاي البيضة الجبنة مع الكريمة، بيعملوها تكون رقيقة شوي عشان تخف الدسم. طبعا هذا حسب شو رغبة كل واحد. بالضبط، حسب الرغبة. طبعا احنا ما لاحظنا انك حطيت سكر كتير خفيف، يعني اشي بسيط جدا، بس ملعقتين سكر. ملعقتين سكر على البسكوت. البسكوت والكريمة ما حطيت شيء. لا حطينا مع الصفار، حطينا سكر. حطيت صح مزبوط. وهو كمان هلا الطبق اللي بدك تحطها البلوبري حتحط كمان حلوة. هي يعني اصلا حلوة. هلا اذا بدنا اياها اخف حلاوة بنقلل كمية السكر. هيك تشيز كيك صارت جاهزة. هلا بنحفظها بالفريزر. يعني حتى تجمد. حتى ما تجمد. لا طبعا انا محضر معي واحد جاهز عشان نستعجل الوقت. هلا اكيد حتضيف البلوبري. هلا نضيف البلوبري عليها على الوش. بس قبل ما نضيف البلوبري، بس قديش لازم تضل بالفريزر شيف؟ هي معدلها يعني من ساعة لساعة ونص. وممكن تضل أكثر يعني بالفريزر. كل ما ضلت أكثر يمكن كل ما بكون أحسن. أحسن. بس هي مش أقل من ساعة يعني لساعة ونص. حلو. هلا بنحط البلوبري. هلا كمية البلوبري حسب الرغبة برضو يعني. ممكن في ناس ما بيحبوها كثير حلوة. بالضبط، ممكن تزيدي ممكن. بس والله بتعطيها نكهة طيبة. هي أساسها البلوبري. هي النكهة المضبوطة فيها مع البلوبري. في ناس ثانيين بحطوا مش بلوبري، بحطوا فراولة، مربى فراولة، أو بحطوا الكرز بحطوا. أيوه، بس هي اساسها كل واحد حسب ما بحب يعني. بالضبط. بالفعل شكلها مشهي. يسلموا ايديك شيف. طبعا معي فراوله هون ندوكر فيها. هيك تكون تشيز كيك عندنا جاهزة.